بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم في هذا الفيديو الجديد سنتناول حديث عن البود أو البودا الذي يعبد في شرق آسيا أو في معظم دول آسيا، منها في الصين وفي الهند وفي تايلاند وكذلك في اليابان وهكذا. هو معروف لبودا، بودا. من يكون بودا هذا؟ هل هو شخص مظلوم كما يقال أنه تم تزييف الحقائق عنه، أو تم تغييب الحقائق عنه؟ بسم الله. يقال بأن البودا أو بودا يلقب بلقب سيد كيبل، سيد كيبل. كيبل مدينة في الهند أو في الهند الصينية. يقال أنه كان أميرا أو ملك، فزهد وخرج من ماله وصار يتعبد حتى نزل عليه شيء كالوحي من شدة التأمل. التأمل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، قيل في الحديث كان رسول الله يذهب للغار قبل الإسلام، قبل الإسلام للغار حراء يتأمل. التأمل كان موجود في شرعنا، سبحان الله. ثم بعد أي سيد كيبل، بعد التأمل حدث معه ما حدث، فصار يتنبأ ويقول أشياء عظيمة، فتبعه خلق كثير من الناس لما وجدوا من الحكم في كلامه. والآن صار يشرك به من دون الله، وهو في الحقيقة إما أن يكون نبي أو أن يكون عبدا صالحا. البودا قيل أن لقب سيد كيبل يعني ذو الكفل، ذو الكفل، نبي الله ذو الكفل. قيل عنه أنه عاش في سوريا، وفي رواية أخرى أنه عاش في نجد ثم في فارس ثم دخل إلى قارة آسيا، إلى الهند والصين. من هو ذو الكفل؟ هو ابن أيوب عليه السلام، النبي المبتلى بالمرض مدة 18 سنة. ذو الكفل يقال عنه أنه ابن أيوب، نعم. والبودا له نفس الأمور. فالبودا معروف بأمه مايا، مايا أم البودا، وكذلك ذو الكفل معروف بأمه التي ذكرها الله تعالى، واحمل لغاث ولا تحنث، عندما أيوب أراد أن يضربها 100 جلدة، قال له لو قمت، لو شفاني الله لضربتك 100 جلدة، عندما باعت شعرها، والقصة معروفة. لكن الله تعالى قال اجمع 100 عود أو هكذا واضربها به ضربة واحدة كيف يقول، حتى لا يحنث، حتى لا، نعم، وهكذا. قلنا بأن مايا كذلك تعرف بأنها من الصالحات، وهي التي ربت ولدها، فكان له هذا الشأن العظيم. ويقال أن للبودا كتاب مكتوب باللغة الطاوية، يقرأ كما يرتل، كما يرتل القرآن، وهو محفوظ فيه بعض الأمور التي تم تزييفها وهكذا. لكن أحد الفرنسيين الذي له أصول تايلاندية قام بترجمة بعض النسخ وبعض الحكم وهكذا، من بين الحكم التي تركها بودا والأخبار، نعم، والنبوءات. يقول بودا، اسمعوا، سأقول هذا الكلام يعني بالفرنسية وسأترجمه إلى العربية. هذا نص الذي قام بترجمته الرجل الفرنسي الذي له أصول تايلاندية. يقول il sortira un prophète du Nil، سيخرج نبي من جزيرة، ربما هي جزيرة العرب. il va avoir son livre dans une cave، سيؤتى كتابه في مغارة، ربما غار حراء. أعطي نبي الله محمد الكتاب الذي هو القرآن. هذا البودا يتنبأ عن خروج محمد. il s'appelle le meilleur، اسمه المختار أو الأحسن أو الأحمد وهكذا.
sa mère, elle s'appelle la sereine. أمه اسمها آمنة، la sereine بالعربية آمنة. وأبوه son père il s'appelle le serviteur du Dieu. وأبوه اسمه عبد الله، سبحان الله. Il va porter l'épée، سيحمل السيف. Il va monter le cheval، وسيركب الحصان. هذا هو نص النبوءة الذي تنبأ به بودا عن رجل سيخرج من جزيرة، ربما جزيرة العرب، ويملك العالم بهذه الأوصاف، والله أعلم. وعنه قيل عن البودا عندما حضرته الموت، وهذا مسجل في قناة ناسيونال جيوغرافي، قال الدلاي لاما عنه وقد بكى، لقد رأيته بأم عيني يبكي. قال البودا من نصائحه ووصاياه قبل الموت، قال لا تبنوا لي صنما، لكننا بنينا له صنم. ثم بكى الدلاي لاما، لقد رأيته بعيني. لقد وصاهم ونهاهم عن بناء الصنم، لكن بنوا صنما وعبدوه من دون الله، ومنهم من أشركه، جعله شريك لله، والله أعلم. وكذلك يقال أن للبودا حواريين أو أصحاب، مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العشرة، مثل الحواري عيسى. كل الأنبياء له حواريين عشرة من المقربين منه، وكذلك كان للبودا عشرة أو 12 هكذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.